السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كتستافدوا من لي فيديو ديالي ومن الشرح ديالي. كنعاود نقولها ونعاود نقولها، راه تنشرح فقط لمساعده الامهات انهم يخدموا مع ولادهم لي زيكزارسيس ديال هاد لي لوسون هادو. راه باش تشرح للتلميذ راه سي ديفيرون، راه ماشي بنفس الطريقه تنشرح للتلاميذ، باش نكونوا واضحين. حيت بزاف ديال لي بروف تي كومونتيو ليا تيحطوا لي دي كومونتير كوم كوا راه ماشي هكا تيكون الشرح، لا علاش نشرحي بالعربيه، علاش هادي ما فهمتش شنو هو المشكل. راه الا دخلتو سيغ في يوتيوب، الا دخلتو اليوتيوب راه تقدروا تلقاو الناس في لي دي فرونسي الفرنساويين اللي باغيين يتعلموا لونجلي، حتى هما راه تيتعلموا هكا، تيتعلموا لونجلي تيديروا الكلمه بالفرنسيه والمقابل ديالها بلونجلي. فين هو الاشكال؟ لي زونغلي باغيين يتعلموا واحد اللغه اخرى، لا ميم شوز، تيحطوا الكلمه ديالهم بلونجلي وبالالمانيه باغ اكزومبل باش يعرفوا المقابل ديالها. حنا ضروري خصنا نحطموا الواحد، خصنا نبانو حنا الواعرين، ولا تعطيو دي غومارك على لاكسون. راه اوني با دي فرونسي، راه حنا مغاربه، راه سينو عمر غيكون عندنا واحد لاكسون لي ديفيرون على ان فرونسي لي هو فرنسي في الاصل. سي كلير. دونك باش نكونوا واضحين، راني عارفه الحمد لله شنو كندير داكوغ، وهذا الشيء كما قلت كنديرو على حساب لي بارون، على حساب الاباء والامهات اللي كيراجعوا مع ولادهم. كاين اللي غيبغي ام باغا تراجع مع ولادها هاد الدرس هذا وهي ما قارياهش، ما عارفاش. سي كلير. انا تنعطيها واحد الفكره على هاد الدرس، تنعطيها واحد الفكره باش فاش تجي تخدم مع ولدها ولا فاش تبغي تجي تشوف داك ليكزيرسيس شنو فيه تفهمو بعدا، تفهمو. سي كلير. باش نكون واضحين على هاد في هاد المساله هادي. واحد الحاجه اخرى، واحد الحاجه اخرى اي باش تعرفوا بلي راه دوك السوايع اللي تيصيفطوا لهم هاد الناس ولادهم راه تيديروا لهم لا ميم شوز، سورتو الا كان واحد الدري من السادس، واحد من الرابع، واحد من الخامس، واحد من الثالث، راه سي امبوسيبل تشرح الدرس، سي امبوسيبل. تتمشي عند كل واحد تتوريه شنو غادي يدير وصافي، اون اغاب اون فرونسي سا ديبون على حسب، ولكن اغلبيه تيشرحوا هذا الشيء بالعربيه للتلاميذ. دونك انا تنشرح هذا الشيء لي مامو، تنشرح هذا الشيء لي مامو باش يعاونوا ولادهم فقط لا اكثر. سي كلير. الوغ الدرس ديال اليوم هو ا اي ا. دونك شنو هي لا ديفيرونس بين هاد الجوج ديال لي ا؟ عندنا هاد ا ما فيهش لاكسون، وهاد ا فيه لاكسون. الوغ هاد ا هذا بحال فوالا، il a peur، خايف. il a، هذا هو لو فيرب avoir، j'ai، tu as، il a. هاد il a à la troisième personne du singulier، سي كلير، conjugué à la troisième personne du singulier في le présent. عندنا ا لي فيها لاكسون، امتى كنستعملو هاد ا لي فيها لاكسون؟ باغ اكزومبل رايان arrive à l'école، وصل للمدرسة. Je vais à la bibliothèque. غادي يمشي لواحد البلاصه. Il y a un règlement à respecter. C'est clair. Donc هادي تنسميوها une préposition. وهذا c'est le verbe avoir conjugué à la troisième personne du singulier. Il a un cahier, il a un stylo, il a peur. C'est clair. Donc غادي ندوزو je retiens. كما قلت لكم هاد لو ا هذا اللي ما فيهش لاكسون اي لو فيرب افوار كونجوغي او بريزون على ترويزيام بيرسون دو سينغولييه. لا ترويزيام بيرسون دو سينغولييه هي عندنا ايل او لا ال او لا اون. سي كلير. دونك هاد ا اللي ما فيهش لاكسون راه هو لو فيرب افوار، كنستعملو فاش مثلا غادي نقولو اي لا سواف، ولا اي لا غيزون، Et la peur, c'est clair, elle a le verbe. D'accord? A, l'effet à l'accent, c'est un mot invariable qui s'écrit avec un accent grave. C'est un mot invariable. Yani, wadi ma tibqay tiktibha bkama kitbtelch. Walakin had le verbe avoir, had a, ghir ghadi nbdlo had la personne, ou la le temps, ghadi tibdel. Yani, la sarfna fwahed zaman akhor, par exemple l'imparfait, ma ghadi shibqa a, ghadi wli ave. D'accord.
ولكن هاد ا اللي هي بريبوزيسيون غادي تبقى ديما تتكتبها هكا، ما عمرها ما كتبدل. سي كلير، اون بو با لو رومبلاسي بار افي، سي اون بريبوزيسيون. هادي واحد لا بريبوزيسيون، باغ اكزومبل كنستعملوها فاش نقولو انا غادي لواحد البلاصه، جو في ا ليكول، ولا ضراني واحد البلاصه، جي مال ا لا تيت. سي كلير. دابا غادي on va compléter par a la préposition ou bien a le verbe avoir. Pierre va fin l'école. Donc je vais utiliser c'est préposition. Pierre va à l'école à pied. Nefs la préposition. Sarah est absente. Sarah est absente. Elle a le pronom personnel. Yani je n'aurais dû connaître, non? Le verbe avoir. Il a de la fièvre. Anas a donc Anas a son accent, pardon. C'est un stylo habillé. Ce stylo est à moi. Donc c'est un stylo à la préposition. Ce stylo est à moi. La même chose, la préposition. Donc, غتحاولوا تحفظوا هادو كوم ديكتي، حفظوهم من الأطفال ديالكم وتلمليوهم عليهم يعرفوا يكتبوهم.